أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حقوق الناس، ونبدأ الجزء الثاني من فلسطين، حيث اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي اعتقل الصحفي الفلسطيني محمد القيق مرة أخرى على حاجز بيت إيل قرب رام الله. وقالت زوجة القيق فيحاء شلش إن جيش الاحتلال اعترض طريق محمد وأوقف المركبة التي كان يستقلها واحتجزه ومن كان معه لما يقارب الساعة قبل أن يعتقله. وأضافت أن محمد كان مع عدد من أهالي الشهداء بعد أن شاركوا في وقفة احتجاجية تطالب باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى جيش الاحتلال. معي الصحفي الفلسطيني إبراهيم الرنتيسي، إبراهيم مسلم عفوا، للتعليق على اعتقال محمد القيق مجددا. إبراهيم، كيف استقبلتم خبر اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحفي محمد القيق مجددا؟ وهل هناك حتى الآن أي دعاوى تملكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ليس بجديد على سياسة الاحتلال القمعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق الصحفيين الفلسطينيين. هذه النشاطات التي يمارسها ربما تأتي في سياق الضغط على الصحفي الفلسطيني الذي يعني يقدم خدمته من خلال العمل الجهادي الذي يقومون به بفضح سياسة هذا الاحتلال. إعادة اعتقال محمد القيق هو لفرض عنصريتها من جديد. محمد كان في فعالية شرعية وكان يساند أبناء الشعب الفلسطيني في يعني الاعتصام الذي نظمته أهالي الشهداء المحتجزة جثمانهم لدى الاحتلال الذين استشهدوا في هذه الانتفاضة. يعني حتى الآن إبراهيم أفهم بأنه الاحتلال لم يعطي أي أسباب لاعتقال محمد. السبب الشيء الوحيد الذي صرح به الاحتلال انه لم يعتقل محمد اداريا، وهو الذي جعل من محمد ايقونه للصمود من خلال الاضراب المفتوح على الطعام الذي استمر لاكثر من 90 يوما في والذي كان بداه في نوفمبر من عام 2015 ل 94 يوما احتجاجا على الاعتقال الاداري قبل ان يتمكن من تحقيق مطلبه بانهاء الاعتقال. ولكن ابراهيم، ما الذي يختلف الان؟ اعتقال غير اداري، ما معنى ذلك؟ الاعتقال الاداري هو أسوأ انواع الاعتقال، انك تكون في قبضه يد الاحتلال ولا تعرف لماذا اعتقلت وما هي المده التي ستقضيها داخل هذا السجون، سجون الاحتلال. ربما هنالك من الأسرى من قضوا سنوات طويلة ربما تصل إلى 9 و10 سنوات وهم لا يعرفون ولا يعلمون لماذا اعتقلوا وما هو مصيرهم ومتى موعد الإفراج عنهم، وهذا أسوأ أنواع الاعتقال. لذلك محمد القيق عندما خاض الإضراب على الطعام بحيث يعرف ويعلم متى سيخرج من هذا السجن ولماذا هم يعتقلون هذا الأسير، ربما لا تكون هنالك لائحة اتهام لدى الأسير الذي تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، لذلك يضطرون الأسرى لخوض إضرابات على الطعام وأشياء يتحدون فيها خلالها السجان الإسرائيلي كي يعلموا لماذا اعتقلوا ومتى هو الموعد الذي يتم يعني. طيب إذن، ولكن ما هو اعتقاله الآن؟ يعني ما سمة وصفة اعتقال محمد الحالي؟ يعني نشاط محمد الآن من خلال التغطيات الإعلامية ومساندة أبناء شعبه ربما تكون هي ما تشكل خطر على الاحتلال، عندما يصرح الاحتلال بأن هذا يشكل خطرا عليه. واعتقال الشيخ رائد صلاح سابقا والإفراج عنه بالأمس هو جزء من هذه السياسة التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. محمد عند اعتقاله بنفس اللحظة أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بحيث يعني يتمكن من نيل حقوقه، وبعد ما صرح الاحتلال وقال أنه لا يحتجزه إداريا علق الإضراب المفتوح عن الطعام بحيث يقول له غدا محاكمة سريعة يعرف من خلالها لماذا اعتقل ومتى موعد الإفراج عنه. شكرا لك إبراهيم، سنتابع هذا الموضوع أكيد الأسبوع المقبل. الصحفي الفلسطيني إبراهيم مسلم كنت معنا من رام الله، شكرا لك.